وينضم إلينا من بغداد عبر خدمة سكايب رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي. دكتور أهلا بك. بداية، السلطات العراقية كما تابعنا ستنشر عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة. السؤال هو إلى أي مدى هي قادرة فعلا على حماية احتفالات عاشوراء في كل من بغداد وكربلاء؟ مساء الخير. أنا أعتقد هذا الأعداد الكبيرة، لكن رغم هذا أنا أعتقد لا يمكن السيطرة بأي شكل من الأشكال على مجموعات انتحارية بأحزمة ناسفة أو بسيارات مفخخة. وكان يوم أمس واللي قبلها أكثر من 7 أو 8 سيارات مفخخة استهدفت الزوار في بغداد وعدد من المحافظات. وفق التوقعات أنا أعتقد قد يكون هناك زيادة في عدد الانتحاريين والسيارات المفخخة خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن الأجواء فيها معارك وفيها مشاكل، وطريق بغداد كربلاء فيه الكثير من المخاطر، وعملية السيطرة على المواكب أيضا هناك صعوبة بالغة رغم الإجراءات الأمنية الموجودة. نعم دكتور، يعني بالفعل كما ذكرت هناك مشاكل عدة الآن في العراق، من بينها التصفية الممنهجة لبعض العشائر السنية التي ذكرناها في بداية هذه النشرة. هل من توجه لدى الحكومة لمساعدة العشائر السنية التي تتعرض لعمليات تصفية؟ وهل من تفسير لعدم تدخلها ربما مع القوات الأمريكية لإنقاذ هذه العشائر المستهدفة؟ لا، تدخل بدأ الآن. وزير الدفاع كان قبل يومين في الرمادي، اليوم قطاعات تتحشد قرب مدينة هيت. إذا استطاعت القوات العراقية والعشائر أن تحرر مدينة هيت ستفتح الطرق باتجاه المناطق المحاصرة. هناك أكثر من 600 عائلة محاصرة من عشيرة البونمر. هناك عملية تصفية جسدية في كل يوم، لكن أنا أعتقد الإمكانيات قد تكون في المرحلة المقبلة رغم إمكانيات الدولة المحدودة في قضية التعزيز، لأن الطرق صعبة والداعش يسيطر على أكثر المناطق. نعم دكتور، يعني سؤال أخير ولو باختصار لو سمحت. على الرغم من التعاون بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية، وردت بعض المعلومات أن هناك خلافات بينهما تحديدا حول كيفية استرداد الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية. هل سمعت بهذا الموضوع؟ نعم، هناك خلافات في هذا الموضوع واختلاف في وجهات النظر في موضوع الإجراءات المتخذة أو الخطة المتخذة لتحرير مدينة الموصل. هل باعتماد على العشائر والجيش العراقي أم تكون بالضربات الجوية وتكون من أكثر من محور؟ إلى الآن هناك خلاف بهذا الموضوع. وزير الدفاع اليوم موجود في مدينة الموصل للتحاور حتى مع القيادات الأمريكية في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي على المشاركة في نشرتنا. شكرا لك دكتور. شكرا لكم.